الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات سن اللقاية ضمن هذا السباق المحلي الخامس في انطلاقات أشواط الانتاج والمنتجين. نتابع هذه الانطلاقة وانطلاقة رابع الأشواط، شوط خاص بالقعدان. نبدأ بالبداية، نتابع زلزال هنا على أول المراكز لعبد الله بن راشد بن سيف النعيمي من يبدأ في الصدارة والبداية، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك وصول من فجاج جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان يتقدم مع ثاني المراكز، بينما القادم في هذه اللحظات وصول من صوغان محمد بن حمد بن صالح الشرقي هنا يتقدم مع هذه اللحظات، يقدم لنا صوغان. بينما أتابع هنا وصول من السناوي محمد بن ناصر بن محمد بن شابل القادم مع رابع المراكز وخامس الأسماء، وصول في هذه اللحظات من العمال سالم بن حمد بن علي البطين. هذه الأسماء، هذه الشعارات المتقدمة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع البداية مع صوغان. صوغان على البداية ينطلق في هذه اللحظات، صوغان محمد بن حمد بن صالح الشرقي على أول المراكز صوغان، بينما هناك من الجانب الآخر يتقدم فجاج جابر بن حمد بن علي بن ضرمان هنا قادم مع انطلاقة فجاج، بينما أتابع هنا وصول من شعار البطين القادم مع العمال سالم بن حمد بن علي البطير يصل مع ثالث المراكز، بينما أتابع في هذه اللحظات القادم والمنطلق هناك من الجانب الآخر. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات والتحديات القادمة. هنا وصول وانطلاق من غياض خالد بن محمد بن خالد العطية يصل في هذه اللحظات، يقدم غياض، بينما خامس الأسماء هنا يتقدم زلزال لعبد الله بن راشد بن سيف الجفار النعيمي يصل مع خامس الأسماء. هذه الأسماء، هذه الشعارات المتقدمة مشاهدينا الكرام في أشواط الإنتاج والمنتجين انطلاقات سن اللقاية وأول أيضا انطلاقات الخمسة كيلومترات. نتابع هذه الأسماء في هذا الاندفاع في تحديات هذا السن، ولكن العودة هناك. أتابع التغيير، غير غياض على البداية على الصدارة بشعار خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم ينطلق بالبداية، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من فجاج جابر بن حمد بن علي بن ضرمان يصل مع ثاني المراكز، ولكن البطين أيضا القادم في هذه اللحظات يقدم العمال سالم بن حمد البطين، ولكن شوف الاسم القادم وصول من الحصان عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي يصل في هذه اللحظات الأسماء القادمة، الكل قادم في هذه اللحظات. وهناك أيضا أتابع مهيض حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل بدأ بالاقتراب، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة. الله، شوف الأسماء، شوف الهجوم هناك. أتابع أيضا الأسماء هنا بن سالمين يصل، وصلت الأسماء قوية ووصول في هذه اللحظات من رعد عبد الله بن حزام بن راشد بن مقارح يصل، ينطلق ويقدم رعد في هذا الانطلاق. الله الله، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. غياض شعار العطية ينطلق مع أول المراكز، يقدم غياض خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع البداية والصدارة، ولكن الله الحصان عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي بدأ بالتقدم، يشكل الخطر في هذه اللحظات ووصول من متعب
سالم بن حمد بسالم الزيوح يصل في هذا الانطلاق، ولكن هزام وصل بن ثلاب، راشد بن ثلاب الجريميد الهاجري يصل في هذه اللحظات، ينطلق مع ثالث المراكز، يغير بدوره من مركز إلى مركز، ولكن هناك أيضا هياض حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري يصل مع خامس الأسماء، ولكن أعود 1200 ما تبقى عن خط النهاية. الله، شوف التغيير، شوف الانطلاق، الحصان يغير على حساب الجميع، ينطلق بالبداية مشاهدينا الكرام بشعار عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. الله، الحصان انطلق على الصدارة، غادر الجميع، انطلق بناموس هذا الشوط، ولكن غياض شعار العطية خالد بن محمد بن خالد العطية، وهنا بجليميد قادم في هذه اللحظات، هزام 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 يصل مع ثاني المراكز، راشد بن ثلاب بجليميد الهاجري. الله 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 يا الصدارة الحصان، ولكن الله هزام غير على الصدارة، انطلق بين موسي هذا الشوط، راشد بن ثلاب بجليميد الهاجري مع البداية، مع الصدارة، مع هزام، هزام يغادر، ينطلق بين موسي أيضا مميز هنا في أشواط الإنتاج، في أشواط المنتجين، نتابع هزام بشعار راشد بن ثلاب برجل يميد الهاجري، يتميز دائما في أشواط الإنتاج، يمتلك هذه النوعيات المميزة هنا مع هذا الانطلاق المميز، هزام هزام بناموسي هذا الشوط، هنا برجل يميد يغادر بالانتصار، يغادر بالناموس مع هزام، راشد بن ثلاب برجل يميد الهاجري يظفر بناموسي هذا الشوط، يحقق هزام هذا الانتصار هنا مع لحظات الوصول والانفراد على الصدارة. تهانينا والناموس لمالك هزام راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الحصان لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، بينما وصل في ثالث المراكز غياض لخالد بن محمد بن خالد العطية، ورابع المراكز كان الوصول من هياض حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، وخامسا كان الوصول من متعب سالم بن حمد بن سالم بن الزيوح. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول هزام، 7 دقائق 34 ثانية، 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على هذا الفوز والانتصار، أيضا مسجل توقيت مميز هنا، أفضل توقيت إلى هذه اللحظات مع هزام، بينما وصل في ثاني المراكز الوصول من الحصان ب7 دقائق 36 ثانية، 70 جزء من الثانية، الثاني لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي، وثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام، وصل غياض ب7 دقائق 39 ثانية، 36 جزء من الثانية، الثانية لخالد بن محمد بن خالد.